لتو إذا نقول ضربة البداية بالنسبة للموسم الرياضي، ضربة بداية بالجماهير، الجماهير اللي كانت غايبة لفترة طويلة عن الملاعب بحكم الأوضاع الأمنية اللي عشناها الكل في تونس على امتداد تقريبا نهاية الموسم الفارط. في وسط الموسم، منتصف الموسم الفارط، صحيح توقف نشاط البطولة الوطنية لفترة طويلة نسبياً، أيضا الجماهير غابت عن الملاعب لأسباب أمنية بحتة، لكن القرار كان جريء، عودة النشاط بالجماهير بحضور الجماهير بتبيع عنصر فاعل مساهم بعلامة امتياز في التأثير، أكيد طبق جميل جدا في الملاعب التونسية، ونعرف دور الجماهير خصوصا في الفرق بين ظفرين الكبرى كما ترجي والإفريقي، وأكيد الحضور الجماهيري صحيح مطلوب يأثر حتى على مستوى النتيجة، ويأثر أيضا حتى على مستوى المداخيل بالنسبة للنوادي اللي عندها قاعدة جماهيرية، ورينا الترجي ولا الإفريقي ولا سي اس اس ولا حتى النجم النادي الساحلي كيفاش بغياب الجماهير تضرت كثير على المستوى المادي. نمشي مع الروبرتاج الأول لأنه قبل ما عطينا الإشارة الخضراء لاحتضان الملاعب أو عودة النشاط بالجماهير، كان اجتماع تنسيقي بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الاجتماع هذا تقريبا حضرت فيه كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء النوادي كما قلت اللي هي طرف فاعل في هذه المسألة، الجهات الأمنية، وأيضا الجامعة التونسية اللي اتخذت هذا القرار الجريء. نمشي مع الروبرتاج ونرجع البلاتو للحديث. إن شاء الله بتبيع ما نخلتوش للعقوبة، لأنه اليوم 5 مقابلات الحمد لله مرينا حتى تجاوز الأمور تعديت على أحسن ما يرام. هذا بالنسبة لعودة النشاط بالجماهير. اليوم عودة النشاط سجلنا فيها صراحة نقطة استفهام فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية. قبل كنا نحكيه عن الإنجازات والمنشآت الرياضية وتوفر القاعات والملاعب، لكن لقينا صعوبة في عودة النشاط الرياضي موسم 2011-2012 في غياب الملاعب اللي جاهزة لاحتضان مختلف المقابلات. جولة اليوم كانت مبتورة أو منقوصة بحكم مشاركة الترجي، هذا منطقي ومقبول ومعقول صراحة، لكن زوز مباريات تم تأجيلهم، مقابلة الأولمبي البيجي جي اس كا كان المفروض باش تلعب زاد اليوم في ملعب منزل بورقيبة في آخر لحظة بعد سقوط أو انهيار السور ممكن بسبب العوامل الجوية أو العوامل المناخية في الفترة الأخيرة، حتمت أن المباراة باش تلعب غدوة في الملعب الأولمبي بالمنزة، غدوة مباراة جي اس كا والأولمبي البيجي اللي كان المفروض أيضا قبل باش تلعب في بيجا، لكن وضعية رديئة جدا لملعب بيجا، في حين أنه أيضا مباراة ثانية أجلت إلى يوم غدا سبت وتقلبت هنا الرزنام. علاش؟ لأنه مباراة الذهاب باش تولي مباراة عودة، ومباراة العودة ولات مباراة ذهاب، الفريق اللي يستقبل باش يولي هو اللي يستقبل، الفريق الترجي الجرجيسي تحول إلى جابس، غدوة باش يلعب مع مستقبل جابس لأنه ملعب جرجيش أيضا وضعيته أو الحالة نتاعو رديئة ورديئة جدا. الكاميرا كانت حاضرة في ملعب جرجيس، كانت حاضرة أيضا في ملعب بيجا، حبينا نشوفوا أيضا وضعية ملعب منزل بورقيبة لعمناول كان يحتضن لقاء الرابطة الثانية اللي تخص لقاءات الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة، صراحة وضعية مزرية للملاعب وأكثر من نقطة استفهام تطرح. نمشيو مع التحقيق مع الصور وأكيد باش تفهموا أكثر الأمور.